احتفظ ايندهوفن حامل اللقب بصدارته للدوري الهولندي بعد فوزه على مضيفه أولتريخت بهدفين دون مقابل في ختام الجولة 22. وكان أياكس أمستردام ألحق الهزيمة السادسة على التوالي بفينورت هذا الموسم، وجاءت هذه المرة بهدفين مقابل هدف على ملعب أمستردام أرينا. فاز كلوب بروج على ضيفه جنت بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري البلجيكي. عزز أولمبياكوس صدارته للدوري اليوناني بعد فوزه بهدف دون مقابل على ضيفه باوك.